تكريس لمبدأ الشفافية والوضوح وإرساء قواعد النزاهة التنافسية في تدبير الشأن المحلي بإقليم تارودانت، وكذا ضمانا لحسن تدبير وحكامة جيدة وما تكتسيه مفهوم الحكامة من أهمية خاصة في سياق الإصلاحات التي تعرفها الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة. انعقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 بالفضاء الخارجي لمقر المجلس الإقليمي لتارودانت برئاسة أحمد نجرب الكرموس اجتماع لجنة فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض بعروض أتمال لأجل اقتناء المعدات الطبية والتقنية لفائدة المستشفى الإقليمي بتارودانت. هذا وقد جرت هذه الجلسة في احترام تام للشروط والتدابير الوقائية، حيث تم تسجيل مشاركة 4 شركات متنافسة وذلك وفق الضوابط والمساطر الجاري بها العمل، وتم تخصيص اعتماد مالي تقدير يقدر بمليون ومائتي ألف درهم. وسيساهم المجلس الإقليمي لتارودانت في اقتنائه لهذه المعدات والتجهيزات الطبية لفائدة المستشفى الإقليمي لتارودانت، لا محالة في تجويد العرض الصحي الموجه لسكنة الإقليم كما جاء على لسان رئيس المجلس الإقليمي السيد أحمد نجرب الكرموس. كما كتشوفوا الإخوان بأنه اليوم أعلنا على طلب عروض مفتوح رقم 33/2020 اللي هو أمام مي. شوفوا أنتم كتشوفوا اللجنة اللي مكلفة بفتح الأظرفة، وهذه اللجنة كتكون من ممثل الخزينة ديال إقليم تارودانت، كذلك من تقنيين ومسؤولين عن مندوب ديال الصحة، مدير المصالح، سيرفيس دي مارشي، اي بطبيعة الحال عبد ربي السيد الرئيس اللي هو امر بالصرف بهذا النفقة. هذا المشروع اللي هو مهم جدا هو اقتناء عتاد تقني لفائدة المجلس الإقليمي والمعدات الطبية التقنية اللي غادي نسلموها من بعد ما غادي حنا غادي المجلس غادي يشري هاد العتاد، غادي نسلمه مباشرة لمندوبية الصحة بطبيعة الحال طبقا للقانون وبتنسيق تام مع السلطة الإقليمية. التكلفة ديال هذا المشروع مليون و200 ألف درهم، 1 مليون درهم و200 ميل، هذا المبلغ هائل اللي هو إن شاء الله المجلس غادي يخصو لشراء هذا العتاد التقني كما قلت اللي غنخصو لمندوبية الصحة، وهو عبارة عن ليزاسبيغاتور ارتيفيسيل اللي لوبيتال تاعنا مختار السوسي، ربما غادي نكونوا نعطيوه واحد الدفعه نعاونوه في بعض التجهيزات اللي كاين خصوه، وغنوفروا له هاد التجهيزات اللي المواطنين لا قدر الله الا كتب على شي واحد يمشي لتماك يلقى هاد الاجهزه موجوده، باش جميع المواطنين ملي مشاو للبيطال ديال مختار السوسي يلقاو وسائل باش يتداواو، يلقاو الافرشه، ويلقاو هاد لي زيكيبمون اللي هما انديسبونسابل بور سوفي دي في اومين. وبالتالي المجلس مواكب مندوبية الصحة بدون تحفظ، وحنا مستعدين نعطيو من المزيد لذاك نظرا للمصلحة العامة، وحنا بالتنسيقين مع السيد العامل راه ما كنخليوش جهدنا، أي حاجة اللي نقينا نساعدوا بها الوزارات لجميع المصالح اللي هي مواجهة الكورونا هاد الفيروس الله يبعدوا علينا، المزيد مستعد باش يدير اللازم فيما يتعلق في سو لو بلان فينانسي. En fonction du budget de la mise, évidemment. Wassalamu alaikum.